السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده انا عندي تمرين صدر ان شاء الله، ربنا يكرم كده وتقضى على خير. بقى لي فتره ما نزلتش فيديوهات بس عشان الناس ما تزهقش، لان في كذا كومنت جالي قال لي هل انت مكبر دماغك او ما بتتمرنش او في اي كسل او اي حاجه. اسف، هو ما كانش كومنت، هو كانت مسج. لا والله، بس الفكره ان انا عندي اليومين دول الجو ملخبط جامد جدا، ما بتمرنش في المواعيد الاساسيه، انا بتمرن حسب ما اصحابي بيقدروا يساعدوني بسبب ان انا عندي ظروف كده مش تمام، فبس هتتحل ان شاء الله يعني خلال كام يوم. فعندي صدر مش غايب عنكم، يلا بينا نتمرن جامد بقى وتحميس، عايزين نشوف الناس هتعمل ايه النهارده. يلا هقول لكم حاجه، انا دايما بحب اعملها لما بكون جاي الجيم ومش قادر اتمرن او المود مش جايبني قوي. دايما كل واحد مننا عنده حته كده يحب يبص لنفسه في المرايه ويبص على حته عضله معينه كده ويشوف العضله دي شكلها عامل ازاي. فانا دايما لما باجي الجيم وبيبقى عندي يعني لو موتيفيشن مش قادر، بخش على العضله اللي انا بحبها دي حركتين اتنين بس، مجرد ان انا جري الدم فيها فطفور يبقى شكلها جامد، ابتدي اسخن. لما بشوف نفسي وانا بتمرن والعضله فايره الموضوع بيبتدي يشتغل معايا. فدي حاجه، في ناس هتقول لي طب انا داخل اتمرن كتاف والعضله اللي انا بحبها مثلا الصدر، مش تفرق من دور واحد خفيف كده بس. كل دور انت بتخش فيه باوزان عاليه لازم يبقى فيه تحكم، لازم يبقى فيه تحكم. دي نقطة مهمة جدا، أنا عارف إن الناس كتير اتكلمت في النقطة دي ودي حاجة قديمة. كل ما هتزود وزن وكبريائك أو الحتة اللي عندك بتاعت الأنا دي أنا الأقوى بتزيد، لازم تزود معاها قوة التحكم. لو داخل على أوزان تقيلة، لو مش هتقدر تسيطر على الوزن ما تلعبش بيه. أنا بقول الكلام ده للناس اللي بتابعني لأول مرة، أنا آسف إن أنا بكرر نفسي بس هو دي حقيقة. كل وزن هتخش بيه لازم تحكم، لازم تبقى مسيطر على الوزن. الوزن ما يرعش منك، الوزن ما يبقاش مخليك على الترابيزة قاعد بترايح جاي يمين شمال، ما ينفعش. تمام، خلينا نكمل وبنتكلم. في حاجة تانية عايزين نتكلم عليها، موضوع الأوزان التقيلة. كل ما واحد يشوفني، يعني مش بقول حجم كبير بس اللي هو يعني نوعا ما عندي زيادة شوية، فيجي يقول لي انت بتشيل كام؟ اقول له ليه؟ يقول لي يعني اصل انا بشيل كذا. اقول له طيب انت بتشيل كذا، انا ما بشيلش كذا. طب يعني بجسمك ده كله ما تقدرش تشيل ده؟ او مردد الرد اللي دايما برده على الناس، انا لاعب كمال اجسام، انا مش لاعب قوه بدنيه، مش برفع اثقال. يعني الرفع الاثقال هو ثلاث حركات، البنش بريس اللي هو انت نايم على الدكه، يا اما الديد ليفت الرفع الميته، يا اما السكوات اللي هي بتنزل بالبار وهو على دماغك وبتنزل بيه تحت. دول ثلاث حركات في الرفع في القوه البدنيه او رفع الاثقال. احنا بتوع كمال اجسام، انا لما هقف على المسرح الحكم مش هيقول لي انت بتشيل كام، الحكم هيسالك وهيسالني حجمك عامل ازاي، السيمتري التناسق، انا اسف الانجليزي، التناسق هو ده اللي الحكم هيحكم عليه. لون البشره قد ايه ناشفه، العضل بروزه عامل ازاي، دي التحكيم مش انا بشيل كام. ما تخليش حد يستفزك وتشيل اوزان انت مش مرغم ان انت تشيلها عشان مش بتاعتك، ملهاش لازمه. تمام،